السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة قيصر قريب الساعات، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات، تنوريوها للجالية المغربية والناس موالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد، اليوم 22 شهر 9/2023، الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. احنا عند قيصر هنايا، شحال هذيك القرعة قيصر تبان لي مليحة؟ خاصهم عليها شحال تصور جدا؟ 140. وهاد البطاطا الحلوقة 120، وهذاك الخيار والباربة 120 بحال بحال، وهاد الحار والحامض حامض مليح شحال؟ كل حار كل حامض. هذا كيسر في جمعة كيسر. ها هو قلنا هو جاب الله. ها هو سيدي تو هكا. سميتو هذا؟ إلياس. إلياس. واش تيقرا ولا ما تيقراش؟ وعلاش جبتيه اليوم؟ خويا حسن. اه بصحتك. واش سي الزيتون؟ واخويا. الزيت تاع سويدا شبيه علينا. العالم خلوه يشوفوا ها. هاد راه بيعونا الديب تاع سويب هذا، وتشوف هذا الزيت شحال باعوا لك؟ هاد راه بيعونا 160 ريال، وهذا اش كيلزمو؟ يلزمو الحبس فين تمشي معاه. وين جاك هذا؟ هما اللي جاو. لا كلشي راه سلا هذا كلهم هك. ها حتى الزيتون تلقى كيلو في الصندوق. ولا 5 كيلو ولا 6 قاعد عينك في الصندوق. في الصندوق. وهو قول شحال فيه؟ وينو الصندوق 5 كيلو فيه 18 كيلو 17. لا 5 كيلو بزاف. وهذا اش كيلزمو؟ خاصكم ديروا 240 كيلو على هذا الحساب. واه انت تشوف هذا الزيتون قاعد عندك وقول لي، قول لي ما حشمتي ما رعيتي منك، الناس كتنتقم منه. لا كان شو الانتقام ديال الدار. الله يهديه الله يهديه الله يهديه. راه هو شاري يمكن باع. واش باع؟ اش باع؟ هو غدا كيطرى فيه كيسلعتو. اها تشوف ها. وهاد التفاح بشحال تبيعوا فيه؟ التفاح قول 1000 فرانك، قول توا 180 الزيتون. وهاد العنب شحال تبيع فيه توا؟ بعت 240، هذا اللي قال قدامها 220. وانتم تبيعوا فيه بثمن؟ ولا كان راه دابا تحيدت توجيها وغتولي تبيع فيه قل من الحساب. ولا باقي هنا. بشويه بلاتي بشويه. دخلتي الزيتون؟ قول لي اخويا هي تو هو مازال تدخلوا. مازال دخلتوا تزيدوا الدخول. الله يحفظكم. مرحبا. قول لي فاق بين الناس من الترافيك اللي كدير فيه. اها صديركم. الله المبات. وهذيك هي شحال دايره؟ هي 4 دراهم. يلا الله يسهل. كيفاش التمر كاين وهو ما باغيش يشريوه؟ قول لي الثمن شريته غالي وتتبيعوا فيه رخيص. وهذه الازمه جات اخويا، جاتهم الازمه ما تاوش قدروا ياكلوا، مولا 10 باغي ديال 6. ايوا راه بطبيعه الحال الغلاوات كاينه. ها الغلاوات. شحال تتبيعوا اليوم الخضره؟ 120. شو تقولوا 120؟ راه كلهم شيء. شري الانواع. شري الانواع الزيتون. لا السلعه مليحه. بعدي ما نقول سي جيلاني. نقطة نقطة. مرحبا. ما غديرش مية؟ ها؟ ما ديروش مية؟ الود الود. تاع الظهر؟ باغي تمشي للجامعة؟ هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تاعنا في المكان. الخضارة تتبكي. تتبكي قالت شرينا بالغلا وتنبيعوا بالرخام. هذا اللي كان. ها؟ هذا هو المعقول. هادو من المشاهدين تاعنا الغاليين على قناة الزيتون المرجان. مرحبا بسيادنا. سيدي عندنا رحمة الغلب. كنت في رحمة الغلب. وانا كنت متشارجي بيكو وشارجي كاع ما جيتي عندنا. وانا راه ثلاثة في دوات اللي شجرت، تاع الحاولي جا وحدو، وتاع الحاولي وحدو، وتاع النعجة وحدو. وشجرني دابا غادي نبدا. واخا مرحبا. علاش؟ واي دابا كتسجل. اي حتى صورتك اليوم في قناة زيتون المرجان مع الخضارة هنا في جمعة قيصر. لا الدنيا هاني راه حيت السوق كان ثمن وصبح ثمن. سولي هو قال يقول لك انا ما غنوريكش. شحال درتي اليوم؟ شحال درتي؟ 100. ما عجبكمش 100؟ هنا ربعنا جوج دراهم. وجوج ونص صار 3 دراهم. ها؟ قريبة الموت ولا شنو؟
كرشي عند الله قريب فيه لان كرشي عند الله قريب وزي كاين تمام شويه ما كاين تمام قناة عبد الزوين ياك عادي عجبتني الله يعطيك عاد مواليا غاليه وهنا راجعه تيقول لنا الخضره غاليه عاد مواليها فعلا فعلا كاين هاد القضيه تيكون الثمن حتى في الرحبه بحال هكاك تاع البهيم تيكون غالي وفي اللحم يبيعوا فيه ب 15 5 دراهم هي اللي كاينه اي فرج الله ما دير حتى حاجه في بالك اللي مقسم الله هي اللي كاين هاد الكلمه اللي قلتي كلامك معقول البشر كل شيء واعر الله يهدي ما خلق هذا اللي كان المطر الله يهدي ما خلق بشحال بعتيني بشحال بعتيني انت تدير 100 هراس الكرون هيا سر 40-50 قالك تاني غدا ترجع اكون هادي ان شاء الله سير الله يهني الله يسهل لك 120 كي دير سي بخير الله يبارك فيك الله يخليك الحمد لله تيكونوا غير 100 120 هادي راه مسجل ب 4000 مسجل 140 هادي 140 فعلا كاينه ما سوماش كاينه 140 والخضار فين غير الدراهم كاينه قال لي قلتيها كاينه قالت لي جات دايخه مرحبا هذا مول الكريريسا الله يسهل عليك يا رجل الله يجيب لك التيسير يا ربي يسهل تنحيي جميع الاحباب تونا في المكان 100 ريال حبيبي درتوها اه 100 نديدوني 120 تهناو واش الظروف الشيوم ولا ها؟ بقيت تابع السوق تطيحت واخا سيدي مرحبا اكلتي لقى 100 من البصله حتى البطاطا من البصله حتى البطاطا ديالك درنا لك جيم عرف جرس الله يعطيك الخير الله يرضي عليك هذا من المشاهدين تو انا قال لي درت لكم الجيم في البجر مرحبا مرحبا ثاني اليوم اشنو اللي بتسعين كل شيء بتسعين ثمن زوين واللي بغى البصله وحده شحال شتك مضروب على 90 ما عندي ما نسالك المهم راك مزيرهم ليا فاش درتي 90 ما عندي ما نقول الله يجيب لك التيسير يا ولد مرحبا سي هشام مرحبا ياك تبي خير ناشط الاحوال وشحال بعتي هاد السويهله والتفاح 10 دراهم السويهله ما ادري وهذاك الشيء تاع الليمون الرمان بالي جا باقي بيض عندكم هنا ياك كيفاش قلت يا سي عبد الطيف؟ وضروري وين شي حاجه مليحه زعما يلا الله يسهل الخوت مزيان هاني غبور هادي انا ولا انت؟ والله الحمد لله وشكرا شحال هاد والله الحمد لله وشكرا لله شحال هاد الليمون؟ الليمون المندريه؟ ايه المندريه 10 وهاد البرقوق بيض بالي جا الخوخ والشهديه وعنب وكل شيء 10 من راس للراس والرمان؟ الرمان 120 والتفاح؟ التفاح 10 دراهم تاهو 10 دراهم؟ واخا الخيرات في جمعة كيس كنتي مع الخضرة ماشي ما سجلتش كل حاجة وحدة حيت هنا هنايا حيت هاد اللي قامت كيس الصاد وهاداك الشيء تنخلطو كل شيء يوم شحال بعتي الليمون اليوم؟ الليمون والعنب هذاك الخوخ وشاهد الجوهر ها؟ الفرق شتك مضروب ولا الفرق؟ وهاد التفاح؟ راه مدير سلعه الفرق ياك والتفاح بشحال بعتيه؟ الفرق دابا 180 باش كنعبروه مزيان والليمون بشحال قلتي ليا؟ 160 باش كنبيعوه سي رضوان بخير ناشط شحال الخيرات؟ الليمون شحال درتي ليها سي رضوان؟ شحال؟ 160 والرمان؟ وهالتفاح شحال؟ وهذاك العنب وهذاك
علب اخويا 220 درهم. تبارك الله السي الحاج، مرحبا السي الحاج. شحال كتهي ديال خوخ؟ اسلك وصافي الزيتون. اسلك صافي غنقيدو اسلك وصافي.